فيزا فور ميوزيك هو ملتقى مهني في نفس الوقت مهرجان كيكون هنا في مدينة الرباط خلال شهر نوفمبر. هاد السنة كيتميز بحضور أسماء جديدة اللي كتشارك لأول مرة هنا في فيزا فور ميوزيك. اخترت منها حوالي 50 مجموعة من حوالي 800 ملف ترشيح اللي وصلنا. كتعرف أيضا هاد الدورة حضور تقريبا 1500 مهني اللي جات من 70 بلد عبر العالم، بما فيها 30 بلد افريقي اللي حاضرين معنا. كتعرف هاد الدوره ايضا ورشه تكوينيه، كتعرف منتديات، ملتقيات، ندوات. هناك ايضا لقاءات مهنيه اللي منظمه خلال المهرجان، بطبيعه الحال عروض مسائيه كل يوم في الفضاءات الثلاث اللي هما المسرح، قاعه بحنيني، باليتازي، لا رونيسونس او سينما النهضه. الخاصيه ديال هذا المهرجان اللي هي انه ماشي بحال المهرجان الاخرين، يعني ما كاينش غير الجمهور العادي، كاين المحترفين ديال الميدان، كاينين كثرة اللي كيجيو من العالم كامل. كانت تقريبا 70 دوله اللي حاضره في هذا المهرجان، كاين مجموعات من العالم كامل، من امريكا اللاتينيه، من افريقيا كلها، من اوروبا، من العالم العربي. وهذه من المسائل اللي مزيانه في فيزا فور ميوزيك، يعني نقدروا نقولوا كما كنقولوا في فرنسا سا مارشي ميوزيكال، يعني السوق اودلا ديال الفيستيفال وديال الكونسير السهرات وداك الشيء. كاين العلاقات اللي كتربط بين المحترفين من مختلف الدول وبين المهرجانات وبين قاعات العرض، بين المنتجين، بين الفنانين. وهذه من المسائل اللي مهمه. و جو بونس دابا فيزا فور ميوزيك في بعض في سنين قليله ولا من اكبر المواعيد المحترفه للمحترفين في افريقيا، من بعد المصاف كوت ديفوار وواحد السوق اخرى في كاب فيغ. في الحقيقه حضرت من ليديسيون الاولى وكنا شاركنا مع اش كاين في فيزا فور ميوزيك، اللي بالنسبه لي من احسن المهرجانات اللي كاينين في المغرب واللي خصو يبقى ويزيد يكبر. الميزه ديالو هو انه مهرجان وفي نفس الوقت سان صالون ديال لي رونكونتر ديال لي بروفيسيونيل دو لا ميوزيك اللي جايين من افريقيا ومن الشرق الاوسط. دونك سي لوكازيون دو ديكوفغيغ دي نوفو غروب و دي نوفو ستيل دو ميوزيك، حيت كاين تقريبا واحد 30 شوكيز بلوس لي رونكونتر ولي سبيد ميتينغ مع لي بروفيسيونيل دو لا ميوزيك. حنا متنوعين، عندنا ثقافه عربيه، ثقافه امازيغيه، و الموسيقى ديالنا غنيه، الموسيقى الصحراويه، الموسيقى القناويه، بزاف ديال سميتو كنلقاهم في هذا الفيستيفال هذا اللي هو فيستيفال مهم بزاف للساكنه ديال الرباط. حضور جمهور كبير تبارك الله، ونتمنوا دائما يعني في كل عام يزيد يتطور ويزيد يعني ياخذ اكثر جماهيريه ان شاء الله. Les artistes noirs, les mégolos, ils jouent, les maquettes d'albums. Au contraire, on est là pour encourager tous ces jeunes, les brouillons chez la jade. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.